مشاهدينا وين ما كنتوا وين ما انتم بنحييكم تحيه كبيره عبر شاشه التلفزيون. السلام واهلا وسهلا فيكم مع ازياء شاربل. ازياء شاربل بتقولكم كل عام وانتم بخير من هون من طول كرم. ازياء شاربل شارع المقاطعه مقابل مدرسه شبيلة محلات اليام. من ازياء شاربل اجود انواع القطن العالمي يضعه بين ايديكم باذواق وموديلات مميزه للاطفال والنساء والفتيات. ازياء شاربل عنوانكم دائما وابدا في كل المواسم شتوي او الصيفي او الربيعي او الخريفي. ازياء شاربل دائما موجود لديه ما يليق بكم وطلبكم عند لدى ازياء شاربل حتى المحير عند ازياء شاربل. دائما وابدا كل التحيه والمحبه لكم وين ما كنتوا. احنا في السوق في الشارع، ممكن كان رمضان اللي فات اكثر في السوق في الشارع، اليوم اقل، ولكن مع هيك متخذين احتياطاتنا ومن كلكم اهلا رمضان برنامجكم. ابقوا في منازلكم وخذوا حذركم دائما وابدا، خذوا احتياطاتكم المناسبه من اجل سلامتكم وقايتكم. خلينا مع ازياء شاربل نكون في السوق مع الناس، نسالهم اسئله في جوائز، خليكم معنا. مشاهدينا ازياء شاربل اكيد طول كرم شارع المقاطعه مقابل مدرسه اشبيليه ومحلات اليمن، واكيد ازياء شاربل للنساء والاطفال والفتيات. دائما عنوان الاطفال المميز ازياء شاربل وذوق الفتيات المميز عند ازياء شاربل، والنساء ان كانوا بيبحثوا عن الاناقه عند ازياء شاربل. خليكم دائما معنا بكل ما هو جديد من ازياء شاربل وتابعوا ازياء شاربل المميز واللي بيكبر فيكم. كل عام وانتم بخير. انت بخير. عرف عليكي ام طارق. اهلا يا ام طارق. طارق كيف شايف الاجواء في طول كرم اليوم؟ والله فيها يعني فيها نشاط شوي احسن من الاول، يعني قبل ما بنوا علينا اكيد يعني هو افضل، ولكن بهذا بحاجه لانكم تكونوا حذرين شوي. حضرة ام طارق اكيد. يلا اليوم احنا برنامجنا اهلا رمضان برعاية كريمة من ازياء شاربل. شو بتعرف عن ازياء شاربل او الصبايا معك شو بعرف؟ ازياء شاربل اللي وقع بجوز طريق المقاطعة هو ومنيح يعني. رحت عليه سابقا؟ رحت مرة بس هيك يعني جولت، اشهد لابن ابن الصغير وما شاء الله اسعاره منيحة برضه عجبتنا. انت رحتوا عليه ولا كيف؟ ما رحتوا؟ روح مع طارق كمان مرة ماشي بس تفوز. يلا عندنا سؤال بتجاوب عليه صح بتاخذي جائزة تمام؟ مستعد. من ساعدك، ما هي السورة التي يطلق عليها أم الكتاب أو أم القرآن؟ الرحمن؟ لا الفاتحة. فاتحة؟ سؤال يعني جواب نهائي. الفاتحة. أنا عارف شو بدي أقول لك. مياد شو جواب الفاتحة؟ الله يفتح عليك الخير يا ابن طارق واجابتك صحيحه. هي كرت من ازياء شاربل بتربح جائزتك من هناك، تتوجه لازياء شاربل مباشره بتاخذ جائزتك. شو بتقول ازياء شاربل؟ ان شاء الله متوفقين للامام وان شاء الله بيفتحوا لهم عشان يصيروا يعني يشتغلوا للامام ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بخير. دائما معكم ودائما منكم واليكم مع ازياء شاربل المميزه فيكم ومعاكم. واكيد ازياء شاربل عنوان مهم جدا لكم، ان كنتم بدكم تشتروا للاطفال أو بدكم تشتروا للنساء أو بدكم تشتروا للفتيات أو الله يخلي لك إياه. الله يسعدك يا رب. تعرف عليك؟ مهند فرج. من وين يا مهند؟ من نابلس. أهلا وسهلا فيك من نابلس. وكيف شايف أجواء طول كرم؟ زي نابلس ولا أحلى؟ لا حلو يعني المدينتين حلوين. حلوين؟ اليوم شو جاي تعمل في طول كرم؟ والله عندنا سايبة. معزوم؟ أيوه. إيش طبخين لك؟ مش بعرف لسه. بالله عليك يا زرب. زرب؟ هالتوقع ولا معلومة؟ لا لا أكيد. كيف حالك؟ كيف حالك؟ نيه. شو اسمك؟ حمود. حمود؟ يعني شو اسمك الأصلي؟ محمد. محمد دلعك حمود. أنا اسمي إيهاب ودلعي صبحي. يا سيدي صحة وعافية. برنامجنا أهلا رمضان عبر شاشة تلفزيون السلام مع أزياء شاربل. طبعا الأطفال هنا الله يخلي لك إياهم، حمود بعرف شو اسم البنوت؟ إيلين. الله يخلي لك اياهم. ازياء شاربل اكيد بوفر لهم ملابس حلوه ومميزه. ازياء شاربل شارع المقاطعه في طول كرم. بعرف تعرف شارع المقاطعه؟ اه وصلت وديت الداخليه بتعرف وين طول كرم؟ هناك مقابل مدرسه اشبيليا ومحلات اليمن. ازياء شاربل للفتيات والنساء والاطفال. رح نعطيك سؤال بتجاوب عليه صح بتاخذ جائزتك من ازياء شاربل تمام؟ جاهز؟ معنويات عاليه؟ العود. العود اله موسيقيه بتعرفها؟ بتحب العود انت؟ انا بحب العود. هي آلة موسيقية، كم وتر للعود؟ وتر هذول الأوتار تبعت العود. سعد. لا لا بسعد هذول بدهم ينزلوك على البطولة. والله ركز يلا،
قديش عدد اوتار العود بتعرف يا حمود؟ اللي انت تعرفي انت؟ قديش كم واحد؟ احكي يا ريم كم واحد؟ حمود. بتقول حمود، إجابة إلين حمود، أبصر شو عامل لحمود. قديش؟ 12. لا مش 12. لا. خلينا أعطيك، خلينا أعطيك خيارات، لأنه واضح إنه الشباب كل ما أجوا تدخلوا، وإذا كل واحد، تفضل تعال، خليك يا رجل. طيب، عندك 8 9 5. حياك يا شيخ. وصل يا شيخ. خمسة. أنت من مين أخذت الإجابة؟ من زوجتي. من زوجتك. ويعني وثقينها صح. خلص. حاسك خلص يعني علي وعلى عدد. خلص. يا سيدي بحب أقول لك إنه هاي الإجابة اللي سربتها زوجتك إلك صحيحة، إجابة صحيحة، أكيد ربحت معنا من أزياء شارب اللي هو خمس أوتار لنا. تفضل. بتروح أزياء شارب شارع المقاطعة، قلت لك وين. صحيح؟ صحيح. بتاخذ حمود وبتاخذ إلين. مش الإجابة حمود، طلعت خمسة. تأخذهم اثنين وإن شاء الله بتروح تأخذ إشي منيح من عند أزياء شاربل. شو بتكون أزياء شاربل؟ كل احترام لهم وكل عام وكل خير. وأنت بألف خير، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. أزياء شاربل كل عام، وأزياء شاربل بألف خير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ربنا بعطيكم الصحة والسلامة وتكونوا بخير. أزياء شاربل عنوانكم، أزياء شاربل وين ما أنتم وين ما كنتوا، خلوا خياركم للأطفال والنساء والفتيات. أزياء شاربل المميز بكم ومنكم وإليكم. بتواصل معكم وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. عرف عليكي غيتان بوز. اهلا وسهلا فيكي. كيف الاجواء شايفتيها في طول كرم اليوم؟ عاديه يعني زي العيد. عاديه زي العيد. اها بس لا بدنا اجراءات اكثر. يعني انت لابسه كفوف بس كمامه كمان مهمه، يعني انا لسه بشوف الكمامه يمكن اهم من الكفوف انا شخصيا، خاصه في التجمعات. على كل الاحوال ازياء شارب بتعرفي؟ رحت عليها قبل؟ ولا مره. ولا مره بس اكيد سامعه فيها. وين موجوده في طول كرم؟ عند مدرسة إشبيلية. تمام. شو اليوم؟ شاورما. شاورما يلا مليح، أنا بحب الشاورما بس تعزمونيش مش كاذب. مشاهدينا أكيد مع أزياء شاربل دائما خلوه عنوانكم وخياركم. في سؤال تجاوبي صح رح تاخذي جائزة. جاهزي؟ يلا نشوف شو السؤال رح يكون من حظك. بدك سؤال صعب ولا سهل؟ عادي عادي سهل. يلا بدي أعطيك سؤال سهل. هاي سؤال سهل. ما هو أغلى معدن من حيث السعر في العالم؟ النفط. ذهب. هو معدن طلع. لا لا في معدن يستخدم في الطاقة النووية. على 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 شكل اليورانيوم بس. يلا كوبلت. طلع يعني بما انك اعطيته اسباب معدن صحيحه راح اعطيك خيارات. هل هو بلاتينيوم، الراديوم او اليورانيوم؟ يلا روح هيك خيارين صحيح. يعني الراديوم ولا البلاتينيوم؟ بلاتينيوم. راديوم. شو رايك؟ شو رايك؟ صح. جابتها صح؟ بلاتينيوم هو راديوم. خلص الراديوم. البلاتينيوم مش كثير غالي. كثير غالي. لا غالي بس مش كثير. راديوم اكثر. اصلا مرات مش يقول لك واحد الكسر حطوا له بلاتينيوم، حطوا بلاتينيوم. الراديوم. جواب نهائي. اجابه صحيحه. ربحتي معنا جائزتك من ازياء شارب اللي تفضلي هذا كرت. بتروح تسلميه من المحل. بتعرفي وين المحل؟ عندي. تمام. اللي هو احكي عند مدرسه اشبيليا. مدرسه اشبيليا شارع. تمام. شكرا لك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير دائما وابدا. ان شاء الله بتمنى لكم رمضان منيح، وان شاء الله ربنا بيجيب عليكم العيد بصحه وسلامه. شكرا لكم. شكرا لكم. واكيد دائما لكم مشاهدينا كل الحب والمحبه اللي هي اكيد مثلكم حلوه وبقلوبكم، ومع ازياء شاربل هذه الازياء المميزه فيكم ومعاكم والكم. ازياء شاربل اجود انواع القطن، ازياء شاربل الموديلات المختلفه، ازياء شاربل الذوق الرفيع للفتيات والنساء والاطفال. إذا كنتم بدكم تعيدوا صح بس خلوا خياركم لأزياء شاربل اللي هو شارع المقاطعة في طول كرم مقابل مدرسة إشبيلية ومحلات اليامن. شفنا الأجواء، سألنا الناس وربحوا معنا وانبسطنا، وبصراحة مع أزياء شاربل إحنا مبسوطين من أول شهر رمضان الفضيل. دائما وأبدا كل الاحترام والتقدير للقائمين على أزياء شاربل، وكلهم كل عام وأنتوا بألف ألف خير. لهون من كلكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.